غادر الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الشباك القاهرة دون حسم قضية الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، فيما تترقب غزة ساعات الحسم. إن لم تنجح التهدئة فالحرب طويلة ولا أفق لها. هذا ما كشفه مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مطلع على المفاوضات للقناة 12 الإسرائيلية، حين قال إن اليومين المقبلين حاسمان بملف الرهائن. بحسب مصادر الحدث نقلا عن مسؤولين، فإن هناك نقاطا عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء وتعيق تحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة. وفيما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن حركة حماس خففت من بعض مواقفها في المحادثات بشأن الرهائن. هذا واتهم القيادي في حماس عزة الرشق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتلكؤ والمماطلة وبأنه يبحث عما يعطل الاتفاق. وقال الرشق إن محاولات نتنياهو المحمومة لإضافة عناوين ومطالب جديدة لم ترد في كل المقترحات السابقة المتداولة مع الوسطاء. بعد تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من المناطق الغربية لمدينة غزة وتحديدا من محيط مربع الصناعة وأيضا منطقة الرمال الجنوبي وتل الهوى، تكشف حجم الدمار الكبير الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي على مدار 5 أيام كان توغل بها في المناطق الغربية. وأيضا هنا أعداد من الضحايا تم انتشالهم من قبل رجال الإسعاف والدفاع المدني، وأيضا كان هناك عملية تدمير لمنازل وأبراج سكنية وأيضا لمبنى برج بنك فلسطين تم تدمير 6 طوابق، وأيضا مبنى الجندي المجهول هذا البرج المرتفع جدا تم قصف 3 طوابق. وأيضا هنا نقف الآن على مقربة من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ولعلكم تشاهدون عملية الحرق لهذا المبنى الذي تمت من قبل الجيش الإسرائيلي خلال توغله في هذا المكان على مدار 5 أيام. هذا التوغل الإسرائيلي أدى إلى تدمير أيضا للبنية التحتية وعملية تجريف للطرقات والشوارع، وأيضا أكوام من الأتربة وأكوام من الرمال يعني قامت بها الجرافات العسكرية الإسرائيلية في هذا المكان. مواطنون التقينا بهم عبروا عن صدمتهم من هذا التدمير، حيث أنه ليس هو الأول ولن يكون هو الأخير ما دام الجيش الإسرائيلي متواجد في المناطق هنا المختلفة من قطاع غزة وتحديدا في المناطق الشمالية. طب ايش بتطالب يا ابو مازن؟ بدك تتوقف الحرب؟ ايش بتطالب؟ بطالب اقول حسبنا الله على الوصول للمواصيل هذه، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. بس دمار، يعني مش عارف انا ايش ذنب الناس المدنيين. زي ما انت شايف كلها دور مولعة، قذائف نازله، مع انه اغلب الناس ما كانتش موجوده في المنطقه هذه، يعني ليش صار هيك مش عارف. الله المستعان، ربنا يعوضنا عوض خير. المواطنون يأملون أن تكون هناك يعني تهدئة وأن يتوقف هذه الحرب وأن تحصل هناك صفقة تبادل وأن يعودوا إلى منازلهم، خاصة من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة. لقناتي العربية والحدث، خضر الزعنون، غزة. أفادت مصادر خاصة للحدث أن إسرائيل عرقلت التوصل إلى هدنة لرفضها وقف إطلاق النار الشامل ومطالبتها باستمراره حتى المرحلة الأخيرة من تنفيذ الاتفاق وهو مقوبل بالرفض. كما رفضت إسرائيل مقترحا لهدنة إنسانية لمدة أسبوع لدخول المساعدات بحسب مصادر الحدث. وحول نقاط العالقة في المفاوضات، أفادت مصادر الحدث أنها ازدادت ل8 نقاط بعد أن تراجعت تل أبيب عن عدد من النقاط التي وافقت عليها سابقا. إسرائيل أضافت بنودا جديدة بشكل مفاجئ بحسب مصادر الحدث، وطلبت مناقشتها قبل أي وقف لأعمال القتال، وهو ما تحفظ عليه الوسطاء. كما طالبت بعدم اشتراط أي أسماء من الأسرى للإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل. مصادر الحدث قالت أيضا إن تل أبيب أرادت وضع شروط على عودة سكان الشمال، ومن ضمنها أن يكون هناك لجنة أمنية وإعداد فحص أمني شامل بعد أن كانت توافق على عودتهم من دون شروط. كذلك رفضت إسرائيل تحسين شروط الأسرى الفلسطينيين في السجون ضمن صفقة الهدنة. وتطالب إسرائيل بدور فعلي في ملفات تخص إدارة معبر رفح مستقبلا، وهو ما رفضته مصر والوسطاء حسب مصادر الحدث.
وفقا أيضا لمصادر الحدث. فقد اشترطت إسرائيل أن تقوم حماس بإلقاء أسلحتها لوقف شامل لإطلاق النار. نفى مكتب نتنياهو نية إسرائيل مناقشة الانسحاب من محور فيلادلفيا، مؤكدا أن تقرير شبكة رويترز الذي أورد الخبر عار عن الصحة، مؤكدا إصرار رئيس الوزراء على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا. وقد وجه فرق التفاوض بذلك كما أوضح ذلك لمجلس الوزراء الإسرائيلي وممثلي الولايات المتحدة. هذا جديد يمكن. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر منصة إكس على تحقيق إدارته تقدما نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حيث ذكر بايدن بالإطار الشامل الذي وضعه لكيفية تحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم، مشيرا إلى تصميمه على إنجاز ذلك الإطار كونه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستوى القتل والدمار الكبير في قطاع غزة بالأمر الذي لا يمكن فهمه. لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة يوميا. وأضاف أن 195 من موظفي وكالة الأونروا قتلوا في غزة، وهو أعلى عدد ضحايا في تاريخ العمل الإغاثي الإنساني. وشدد غوتيريش أنه لا بديل عن الأونروا، وأن الأمم المتحدة تعمل على جميع الجبهات، وأن الوقت قد حان لوضع حد للحرب في قطاع غزة. نفتح النقاش مشاهدينا مع ضيفي من القاهرة، أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد فارس، من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من القاهرة وعن آخر المعلومات حول هذه المفاوضات والهدنة، برأيك ما الذي تبقى من بنود هذه الهدنة إن لم تحسم بعد مسألة الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا؟ أهلا بحضرتك ماريا، وأهلا بالأستاذ نظير وبالسادة مشاهدي قناة العربية الحدث.
طبعا هناك الكثير من النقاط العالقة التي زادت. كان من المفترض أن تفضي هذه الجولة من المفاوضات إلى تقليص الفجوة بين حماس وإسرائيل للعمل على إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين. وكان في المفاوضات السابقة كانت قد توصلت الأطراف التي تقوم بالتفاوض مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل وافقت على الانسحاب من محور نتساريم وعودة سكان شمال القطاع مرة أخرى إلى أراضيهم. ولكن إسرائيل في هذه المفاوضات حنست بهذه الاتفاقية أو هذا الوعد التي كانت قد يعني أوقعته على نفسها، وهي أنها ترفض الآن عودة سكان الشمال مرة أخرى إلا بعد القيام بوجود لجنة تقوم بتفتيش من يعود إلى الشمال. وهي نقطة في غاية الصعوبة، لأننا نتحدث عن 1 مليون شخص من المفترض أن يعودوا إلى الشمال، وكيف يمكن لإسرائيل أن تقوم بتفتيش كل هذا العدد؟ النقطة الأخرى التي كانت مفاجئة لمفاوضي التفاوض وهي الجزئية الخاصة بمعبر رفح وعدم رغبة إسرائيل من العمل على إعادة فتح معبر رفح باعتباره الرئة والشريان الرئيسي لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وأيضا فيما يخص محور فيلادلفيا. وبالتالي إسرائيل عقدت المفاوضات، وهنا كما يعلم القاسي والداني يعني عدنا للمربع الأول بشراء الوقت للعمل على اصعب من الوضع الاول يا استاذه ماريا، لان هناك نقاط رئيسيه كان من المفترض ان تقوم اسرائيل بالعمل على ان تنتقل الى مرحله معينه، ولكن زادت الفجوه اكثر في ظل التعنت بشكل واضح من قبل حكومه الاحتلال الاسرائيلي. طيب هذا اسباب هذا التغيير سيد نظير، ما الذي جعل إسرائيل وتحديدا نتنياهو مضاعفة مثلا النقاط التي تم الحديث عنها؟ نحن نتحدث اليوم عن 8 نقاط جديدة أضيفت لبنود هذه الهدنة وبالتالي عرقلتها، ما الدافع وراء ذلك بعد أن كان هناك حديث عن مرونة وإيجابية وتغيير في المواقف ما يتعلق بمحور فيلادلفيا وحتى تبادل الأسرى؟ مرحبا بك يا العزيزة مريا وبالدكتور حامد وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. المفاوضات الجارية الآن هي بين إسرائيل وبين الوسطاء، والآن ستتحول ما بين إسرائيل السياسية اليمينية وبين إسرائيل الأخرى المرتبطة بالجيش وأجهزة الأمن وفريق المفاوضات وعائلات الأسرى والصحافة والدولة العميقة. الجميع يقف ضد نتنياهو، لأن نتنياهو ملتزم مع اليمين المتطرف، وهذا اليمين المتطرف يتهمه بأنه الآن يتراجع. إن كان الجميع يقف ضده، ما ثقل هذا الجميع؟ وليس له ثقل إلا واحد، وهو أنه يحمي نتنياهو في محكمة الفساد. هذه هي القضية الأساسية. نتنياهو يجري حسابات مرتبطة بقضيته الشخصية ومحاكمته في قضايا الفساد، ولا يجري محادثات مربوطة في قضايا جوارية تتعلق في المصلحة العامة. ولذلك نرى أن أولا الجيش يسرب إلى الصحافة الحقيقة ويقول هذه الأمور التي يطلبها نتنياهو اليوم كنا قد اتفقنا مع الوسطاء عليها، وهو صادق عليها. يعني الانسحاب من معبر رفح، الانسحاب من محور فيلادلفيا، الانسحاب من نتسريم. الجيش يقول نحن بمقدورنا أن ننسحب ونحافظ على أمن إسرائيل، لدينا الوسائل لذلك. هكذا يقولون، هم يسربون للصحافة الإسرائيلية. ولكن نتنياهو الآن يعني يوم أمس عمليا الخميس عندما عاد الوفد من الدوحة استدعاه نتنياهو وأبلغه بشروطه الجديدة، وهذا كان محرجا لهم. ومع ذلك ذهبوا إلى المفاوضات على اعتبار أنهم يريدون أن يكون الأمريكيون شاهدين على هذا الموقف، وطرحوا أمام الأمريكيين ما الذي يدور في خلد نتنياهو في هذه المرحلة. وطبعا رأينا أن عائلات الأسرى تنفجر اليوم في هذه المظاهرات، وغدا ستصل إلى أوجها احتجاجا على هذا الموقف من نتنياهو. طيب سنعود إلى فعالية الضغط الشعبي. دكتور حامد، إسرائيل رفضت أيضا مقترح لهدنة لمدة أسبوع على الأقل لتمرير المساعدات، لماذا لم ينجح الوسطاء في دفعها لقبوله؟
لأن نتنياهو هو يستخدم سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية لتهجير الفلسطينيين، يسعى وبكل قوة إلى تكريس الاحتلال في الشمال تحديدا، بمعنى أنه قسم قطاع غزة من خلال محور نتساريم، ويريد أن يستخدم هذا السلاح لتحقيق هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو أن يسعى أن يضغط على حماس والمقاومة الفلسطينية من أجل تحرير المحتجزين ويكسب الكثير من النقاط، لأننا كما شاهدنا من وجهة النظر الإسرائيلية أنه بعد الضغط على حماس نجح في أن تتخلص حماس أو تتنازل عن حماس عن الشرط الأهم في هذه المعادلة، وهو وقف إطلاق النار. وأصبح وقف إطلاق النار كانت تطلبه حماس في المرحلة الأولى. النقطة الأخرى أنه يريد أن يكون هناك تهجير لسكان شمال قطاع غزة، خاصة أن نتنياهو لا يريد أبدا. طيب، هذا عن جانب نتنياهو، ولكن ماذا عن أدوات الوسطاء دكتور حامد؟ هم فشلوا ممكن في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، ولكن ماذا عن تمرير المساعدات لمدة أسبوع فقط؟ يعني لك أن تتخيلي أنه صدر القرار 27-35 من مجلس الأمن، وهي من المفترض أن تكون أعلى جهة خاصة سياسية في العالم، ولم تنجح في تنفيذ هذه المطالبات. أيضا القرار 27-28 الذي صدر من مجلس الأمن والذي أقر بضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية، التدابير والإجراءات الاحترازية التي خرجت من محكمة العدل الدولية وكانت تلزم إسرائيل بضرورة إنفاذ المساعدات. نعم. نتنياهو لديه مخطط واضح للبقاء بشكل واضح وعدم تنفيذ أي شيء فيما يخص المساعدات الإغاثية والإنسانية، على الرغم من الجهود الكبيرة اللي بتبذل من الوسطاء. ولكن نتنياهو عندما يقوم بما فعله في معبر رفح، وأيضا العمل وبشكل كبير على غلق معبر كرم أبو سالم على فترات متباعدة، ويريد استغلال هذا السلاح سيد نظير. سلاح الجوع. نعم. لتنفيذ مخططاته داخل قطاع غزة. سيد نظير، لماذا بعد ما وافقت إسرائيل على عودة السكان إلى شمال القطاع دون قيود أو شروط اليوم تتراجع وأيضا تفرض قيود جديدة؟ وبالتالي هل ذلك برأيك سببه بأن إسرائيل تيقنت أن حركة حماس عادت فعليا إلى الشمال وهي تديرها، وبالتالي لها مخاوف أخرى غير عودة السكان، وبالتالي اختلطت كل الأوراق هنا؟ لا أعتقد أن الموقف الذي يتخذه نتنياهو مبني على هذه الأسس المهنية. هذه قضايا يجب أن يقررها الجيش، والجيش أخذ قرارا فيها ويعرف أن حماس رجعت إلى الشمال، وأن الفكرة التي طرحت والأهداف التي طرحت قضاء على حماس هذا وهم، ولا يوجد أحد عسكري مهني يستطيع أن يضع مثل هذه الأهداف. ولذلك الجيش مقتنع أن كل ما هنالك عليه أن يجابه تحديات جديدة مع حماس، ولكنه مقتنع أيضا أنه قضى على القوى المركزية المنظمة لحماس كجيش وميليشيا. الآن لديه فرق أنصار تقاتل هنا وهناك، وهو لا يستطيع أن يدير حرب استنزاف معها 9 أشهر أخرى، ولذلك الجيش بشكل مهني عاقل قرر أن ينسحب. المشكلة هي أن نتنياهو وافق، بالمناسبة نتنياهو وافق على ذلك واتخذ قرار في الكابينت في هذا الموضوع، لكن عندما بدأ يحتج إيتمار بن غفير، وعندما اتخذت مثلا الإدارة الأمريكية قرارا تجاه هذه المجموعة التي تحاول أن تعترض على المساعدات الإنسانية، ما يسمى الأمر 9، هذا توجد حركة في إسرائيل كهذه، الولايات المتحدة اتخذت إجراءات لعقابها. ردا على هذا العقاب، سموتريتش وبن غفير أصرا على نتنياهو لا توجد مساعدات، لذلك ألغى فكرة أن يكون هناك هدنة من 7 أيام. وهلما جرى بالنسبة لقضية الانتقال إلى الشمال، توجد عدة أمور يضطر نتنياهو إلى التراجع عنها أمام ضغوط اليمين المتطرف، وبذلك يخرب الاتفاق. طيب، ماذا عن الشارع؟ تحدثت منذ قليل سيد نظير بأنه قد تكون هناك أيضا احتجاجات كالتي شهدناها، ولكن هل يمكن أن يصعد أكثر، خاصة في ظل الحديث عن عرقلة إسرائيلية من قبل نتنياهو لصفقة التبادل الجديدة والمفاوضات التي تجري الآن؟
لابد من هذا التصعيد. عدم تصعيد المظاهرات هذا سيكون نتيجته بالغة السوء، وستؤدي بنتائج سلبية للغاية على كل هذه المعركة، لأن مشكلة التراجع الذي يتم بالشارع أو عمليا قلة عدد المشاركين في هذه المظاهرات في الشارع، من الممكن أن تحدث لا يساعد عندئذ هذه المعركة الشعبية الكبيرة. طيب دكتور حامد، الآن بالنسبة للهدنة والمفاوضات الجارية، هل يمكن القول بأنه منذ البداية كانت أهداف الحرب بالنسبة للجانب الإسرائيلي واضحة؟ يعني ليس هناك مفاوضات، ليس هناك وقف لإطلاق النار إلى حين القضاء عن حماس، وحتى إن لم تسترجع الأسرى وبالتالي هذه المفاوضات ليست مهمة بالنسبة لها. أتفق مع حضرتك وأتفق مع هذا الطرح يا ماريا، باعتبار أن إسرائيل لديها أهداف أعمق من ذلك بكثير. نتنياهو لا يعبأ بالمحتجزين ولا يريد عودة المحتجزين مرة أخرى، على اعتبار أنه قام بقتل الكثير من المحتجزين لدى الفصائل وبأيدي إسرائيلية. وأيضا من مصلحة نتنياهو عدم القضاء على حماس، بل أن تكون حماس داخل قطاع غزة ضعيفة ويستطيع أن يسيطر عليها ويستطيع أن يوجه لها ضربات، وأيضا يستطيع من خلال وجود حماس في قطاع غزة أن يتحجج بأن هناك مقاومة وبأن حماس ما زالت موجودة على الأرض، وبالتالي هذه الذريعة ستسمح له بدخول قطاع غزة وتحويل قطاع غزة إلى ضفة غربية جديدة، وهو أن يسمح له بالدخول داخل القطاع كيفما يشاء. وعلى اعتبار أيضا أن هذه المفاوضات في الأساس هي ورقة أمريكية، ومن المفترض أن الشرط المعرقل لهذه المفاوضات في الأساس كانت ورقة تمسك حماس بضرورة أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار. في أي ولكن اتجاه؟ هذا الشرط تنازلت عنه حماس، وبالتالي في أي اتجاه وبالتالي يمكن أرى أن في أي اتجاه يمكن أن يستمر الوسطاء في هذه المفاوضات؟ المفاوضات لن تنتهي، لأنه ليس أمام المفاوضين إلا السعي وبكل قوة. في ظني وتقديري أننا الآن في حالة مواد سريري أو جمود سياسي واضح لهذه المفاوضات، باعتبار أن العقبة الرئيسية أمام صناعة السلام في الشرق الأوسط والعقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار هو وجود نتنياهو على رأس هذه السلطة. وأنا أختلف أنه مرتهن لليمين المتطرف، بل على العكس، بل إن الأشد تطرفا في هذه الحكومة هو نتنياهو الذي يعني يحتاج إلى الكثير من شراء الوقت للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، خاصة أننا داخلين على شيئين رئيسيين، زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أجازة الكنيسة الإسرائيلية. نعم. وهو يريد شراء الوقت. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد فارس. شكر موصول إلى ضيفي من الناصر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ومن قبلها دول أوروبية على أشخاص وكيانات شاركت في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، إلا أن الانتهاكات ما تزال مستمرة، وآخرها في قرية أم صفا شمال رام الله. يعود مصطفى طناطرة ليتفقد حقله في قرية أم صفا شمالي رام الله بعد تدمير الأشجار والمحاصيل وتجريف الحقل الذي كان ينبض بالحياة. كان مصطفى حاضرا وهو يرى بأم عينيه مسننات الجرافات تحول الحقل الأخضر إلى أرض قاحلة. استيقظت على صوت قوات كبيرة من قوات الاحتلال برفقة المستوطنين يقومون بهدم هذه المزرعة المليئة بأشجار العنب، حوالي 220 شجرة عنب، 350 شتلة زعتر. شعرت بغضب شديد، بحزن كبير عندما رأيت هذه الأشجار يتم اقتلاعها، لأنني قمت بتربيتها كما أربي أولادي. أكثر من 500 دنم طالها التجريف في بلدة أم صفا التي تعد واحدة من القرى المحاطة بالاستيطان، وظلت مسرحا لاعتداءات وهجمات المستوطنين.
تتعرض قرية أم صفا على مدار 4 سنوات بشكل ممنهج ومستمر إلى هجمة شرسة من قبل قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال، هدفها الاستيلاء على هذه القرية الجميلة ومصادرة مساحات ودنومات هذا كبيرة من مساحات القرية. وبعد 7 أكتوبر الماضي ازدادت اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، فضلا عن الاستيطان الذي تضاعف رغم مواقف المجتمع الدولي المنددة بهذه الخطوات، إلا أن ذلك لم يجد آذانا صاغية في حكومة نتنياهو التي توعدت بمواصلة البناء وتشريع البؤر والمستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس. قرار واشنطن فرض عقوبات على أفراد وكيانات نفذت هجمات بالضفة الغربية لم يثلج صدور الفلسطينيين، لا سيما أن ذلك لن يغير من حقيقة الأمر شيئا على الأرض مع تصاعد الهجمات والاعتداءات من جهة، ودعم أقطاب حكومة تل أبيب السري والعلني للاستيطان من جهة أخرى. من قرية أم صفا شمال رام الله، فالح نصير، فالح الحدث.